هو كلام منطقي بس هو الواقع هنا نفك ترفع الأجور. طب نفك الكلام بقى عشان يبقى كلام ايه بلغة الكورة كده كله يبقى فاهمه. تمام. احنا النهاردة بنتكلم على قانون إدارة محلية. الحكومة هتبعت المشروع. انا عايز اقول لسعادتك يختلف المشروع ده عن قانون الخدمة المدنية. قانون الخدمة المدنية عشان تم اصداره فعدم وجود مجلس فاحنا كمجلس يتوافق يترفض مفيش تعديل. اما مشروع القانون اللي هيجي لنا النهارده من خلال الحكومه من حقك كلجنه اداره محليه تعدل وتحذف وتضيف وفي نفس الوقت تعمل تقرير تعرضه على الجلسه العامه للمجلس تعدل وتحذف وتضيف. فعايز اقول لك كل التخوفات ان احنا نطلع قانون في كسور لا، انا عايز اقول ان القانون مجرد ما يجي احنا كلجنه اداره محليه هنجيب ناس متخصصه في كل الاتجاهات. تعالى لجنة استماع نسمع من ده ونسمع من ده. انت بتعمل قانون هتمشي مصر 20 30 سنه لقدام. اخطر قانون هو القانون ده، هو ده المطبخ الحقيقي للجهاز التنفيذي اللي رئيس الدوله بيدعم ربنا وهو يصلح. طب حضرتك شايف عضو مجلس المحلي ايه المفترض اللي يبقى عنده من صلاحيات علشان تمكنه من اداء دوره بفاعليه؟ ومع افتراض ان عضو مجلس المحلي اللي له صلاحيات ده هو اصلا شخص مؤهل. انت جبت المفيد، حجبت المفيد. النهارده لو انا مش لعيب كوره خلينا نلعب كوره ازاي؟ يبقى احنا من هنا بنقول زي ما اتفضل الدكتور لو جبت ناس الشارع شاور عليها يبقى المواطن حاسس ان الراجل ده هيصلح المسؤول في المجلس المحلي. احنا مش عايزين بهوات، احنا تعبنا من البهوات والكلام الاكاديمي داخل المجلس. انا عايز ناس حاسه بالشارع. النهارده انت بتشوف رئيس الدوله بينزل برجليه رئيس الدوله. لا احنا عايزين النهارده عضو مجلس المحلي اللي بيمثل الدوائر الضعيفه الغلبانه اللي ما حدش كان بيعبر عنها يجي من الشارع واحنا نديله باور كاعضاء مجلس نواب نساعده في كيفيه الوصول لاخدان حق الدايره بتاعته. يبقى انا النهارده لما اجي اشاور على شباب لسه عنده 23 24 سنه 25 سنه ايه خبرته؟ خبرته ان احنا النهارده نقف معاه وندعمه. اهم حاجه الخامه يا دكتور تكون كويسه، عنده الحماس وعنده لو انت عندك الخامه كويس. وعندنا ناس في مصر كتير، وخلي بالك المناطق الشعبيه فيها كوادر هايله بس تاخد فرصتها. انا عايز اجيب الناس اللي بالشارع شبه الناس الغلابه هيطلع يعبر عن الناس الغلابه ويحقق طموحات الشعب. ميزانية المحليات كام؟ وكثيرة حضرتك شايفها ولا قليلة؟ لا فلوس بالهبل. لا والله. لا 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 المحليات فيها فلوس كتير بالهبل. امال ايه ال 40 جنيه وال 48 جنيه دول؟ لا انا عايز افرق بين الفلوس في المحليات اللي هو الجهاز التنفيذي وبين المجالس المحلية بتتقاضى ايه؟ بما ان احنا بنتكلم في فلسفة ان ده عمل عام وانت راجل متطوع، طب انا موافق على الكلام ده كراجل مارست ان انا ابعده مجلس محلي محافظة كنت باخد 48 جنيه ما بقبضهمش. طب النهارده الدستور قال يا دكتور من 35 لحد 25 سنه من حقك ترشح نفسك. شلون 21 سنه؟ واحد من 21 ل 35 من 21 ل 35 شاب النهارده ما عندوش وظيفه وعنده مؤهلات ان يشتغل في العمل العام، مين يصرف عليه؟ اروح المستشفى اركب توك توك اخلي المواطن يدفع لي؟ يبقى انا من هنا بنادي ان الحكومه تعمل مكافاه مش مرتب، مكافاه، والعدد بدل ما يبقى 52000 خف بالعدد عشان الشاب الصغير ده اللي احنا بنأهله ان في يوم من الايام يبقى عضو برلمان ما يمدش ايده للراجل راح يعمل له مصلحه ويعدي الفساد عشان يعرف يراقب. هي الفكره هتلاقي ناس موافقه وناس مختلفه. انا بكلمك من واقع حقيقي، لابد من اعاده النظر في المكافاه الشهريه بشيء منضبط كويس يحفظ للشاب الصغير اللي داخل في العمل العام ما يمدش ايده لحد، لان احنا عندنا متطلبات كبيره جدا. تعالى معايا المستشفى، تعالى معايا القسم، تعالى معايا التعليم، تعالى مش عارف فين، هيركب مواصلات هيصرف منين؟ طيب.